مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا لليوم الثاني من فعاليات النسخة 11 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام هنا في أرض المعارض بمدينة أبوظبي. نحن هنا من عالم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. طبعا المعرض يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس نادي صقاري الإمارات. الله يطول في عمر سمو الشيخ حمدان. دائما ما يكون خلف مثل هذه الفعاليات سواء داخل الدولة أو خارجها. دعوني في البداية أرحب بضيوفي الكرام في الاستديو، السيد سعيد الكعبي مدير الإنتاج في قسم الصناعات الحرفية بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. سعيد، سعيدين جدا بوجودك وتلبية دعوتنا لك. يا مرحبا، حياكم الله ونتشرف لهذه الاستضافة. يا ريت سعيد تعلي صوتك شوي لأني أنا ما أسمعك. يا مرحبا، حياكم الله ونتشرف بهذه الاستضافة، وإن شاء الله نحاول أن نقدم ولو القليل عن مساهمات الهيئة في هذا المعرض. الله يسلمك، شرفتنا. أيضا معي لارا صوايا مديرة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واللي نحن طبعا متواجدين في عالم المهرجان التي تترأسه الآنسة لارا. لارا، سعيدين جدا بوجودك مرة أخرى معنا. Thank you سعود. يمكن عم تتفرج على الترين اللي فايت هلأ، ترين مهرجان العالم يلي رح يكون رح ياخذوا الأولاد، ومنه رح يصير في سحب كل يوم ببطولة العالم. نعم، أيضا سيكون معي من أرجاء المعرض لرصد ردود الأفعال وكل ما يتعلق بهذا المعرض من فعاليات وأنشطة زميلي وأخي مسعود محمد هناك في أرضية المعرض. مسعود، مساك الله بالخير. شكرا سعود، تحية لك، تحية لمشاهدينا الكرام وأيضا ضيوفك الكرام في اليوم الثاني من المعرض الدولي العالمي للصيد والفروسية في دورته 11 2013. تحية لمشاهدينا الكرام من زاوية أخرى، مشاهدينا الكرام في هذا المعرض الأكثر من رائع. طبعا سعود، سوف تكون لنا هنا جولات في عدة أجنحة في هذا المعرض الكبير هنا في أرض المعرض. في لحظات سوف نوافيك بآخر أخبار الأجنحة المتواجدة هنا، وسوف نقوم بزيارات خاصة ونعد بالكثير من المفاجآت لجمهورنا الكريم ولمتابعي أبوظبي الرياضية. إليك سعود. شكرا لك مسعود. بالتأكيد سمعنا أن يعني فريق العمل بالاستديو قام بجولة في المعرض، ويعني نعد الجماهير بالمزيد من الفقرات التي من خلالها راح نستعرض الأنشطة المقامة هنا في أرضية المعرض طوال الفترة، فترة التغطية وفترة المعرض التي راح تمتد حتى 7 من الشهر الحالي. دعونا نتحدث حول المعرض بشكل عام. يعني سعيد، جناحكم أنتم من أكبر الأجنحة تقريبا اللي موجودة في المعرض، شو الفعاليات اللي تقدمونها؟ شو الأنشطة اللي تقدمونها؟ تقريبا صار العام الثامن على التوالي نشارك في معرض الصيد والفروسية الدولي. طبعا المعرض شهير، الاقبال سنويا يزداد عليه، واحنا كهيئة ثقافة وتراث حاولنا ان نروج وننشر ونوعي الجمهور بمشاريعنا اللي قاعدين نشتغل عليها في مجال التراث والمحافظة على التراث ونقله وحفظ الاجيال ان شاء الله الحالية والمستقبلية. وحاولنا من شكل استاند ان يعني نتطرق من شكل استان الخارجي، يعني يكون يمثل البيئة الإماراتية التراثية موجودة قديمة. نعم، وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية من بيئات مختلفة متنوعة التي تمثل التراث الإماراتي الغني، ومعروف للجميع تراث غني ودسم ما شاء الله. نعم، بالتأكيد هيئة أبو ظبي للثقافة أو للسياحة والثقافة غنية عن التعريف في مثل هذه المجالات. لارا صوايا، يمكن اليوم كان في مؤتمر صحفي في الحادية من صباح اليوم، شو كان المؤتمر؟ شو كان الهدف من هذا المؤتمر؟ شو اللي القرارات اللي طلعت من مهرجان سمو الشيخ؟ اليوم سعود المؤتمر كان جدا مهم لأنه على هامش معرض أبو ظبي الدولي للصيد الفروسية. نعم، مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان رح يكون في له 3 مؤتمرات صحفية. في أول مؤتمر هو اليوم، هو عن أكيد انت اليوم موجود بجناح كتير مهم يلي هو كان الحكي عنه جائزة شيخة فاطمة دالي أورد، فاطمة بتمبارك أم العالم،
جائزة صارت بهوليوود. اليوم شعار جديد هوليوود 2014، مسؤولية كتير كبيرة، لأنه اليوم عندك المنظمين عن الجائزة هيدي بالذات، يلي نحن اتفقنا مع الدارلي الأمريكانة يلي هو الأريبيان كاب، إنه يكون في جائزة سمو الشخصات مثل مبارك، تكون هي من 6 كاتيجوريز مثل ما قلنا قبل امبارح ذكرناها، بس نحن ما فتنا بالديتيلز اللي مفروض إنه يكون الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية شوي أنشط بطريقة تفاعله مع هيك جائزة، لأنه اليوم أنت وقت توصل على هوليوود عندك مسؤولية كتير كبيرة، هالمسؤولية بتخليك بحد ذاتها إنه تحط مسؤولية عليهم هن، إنه نهار اللي برشحوا كل بلد برشح اسم لوحدة من كل كاتيجوري من هالكاتيجوريز، هيدي مسؤولية على إنه يقدم فاكتس، لأنه الحكام عندك حكام من كل دول العالم، عندك 6 من الإمارات و6 من برا، بتخلي كل حكم يكون عنده فاكتس إنه أنا وقت عم نقي ليش عم نقي هالإمرأة؟ ليش شو عملت لهالخيل العربي؟ اوكي هي كانت اهم مولده، شو انجازاتها؟ شو خلت من خيولها بالانتاج؟ كيف لارا كيف تم اختيار لجنه التحكيم لهذه؟ اختيار لجنه التحكيم بتطلع بتوجيهات سمو الشيخ منصور، بتكون ناس في عندك 6 ما لهم دخل بالخير، لانه اليوم انت بدك تكون عادل، ترى اذا انت بدك تروح مع قلبك تيجي تنقي هون ما انتفع الدين، ما منا هون في اساسيه، الاساسيات بتركب على انك انت يعني الجائزه في النهايه تذهب للي يستحق، على يلي بيستاهل. اليوم في 6 ما خصهم بالجائزه، 6 طالعين مثل حكام مثلا، مثل سعاده لولو العودي، اما دكتوره ودوده بدران، ترى سعاده مبارك المهيري، اليوم هن اوكي انفولد ومش انفولد، يعني انفولد انه هن هلا اوكي بيعرفوا عن الخيل، بس هن مش انه عالم طالعه من عالم الخيل. سو هن وقتها بدهم يجوا يرشحوا، اوكي انت بدك تعطي كل امراه عندك فاكت عنها ممكن تشوف النتائج، هون انت وقتها بتكون عدله، وقتها انت تكون عندك ناس ما لها كثير اختصاص بالخيل، عم تعطي علامه للامراه يلي هي تستحق النتيجه، وبوقتها تجمع جميع العلامات وتطلع صح انه اوكي مزبوط. اليوم وقتها انا رشح مثلا ترشحت الامراه العمانيه، يعني وقتها اما ازهار الوردي ربحت الجائزه العمانيه لاحسن جوكي، كانت ازهار مش برصيدها مثل باقي البلدان رصيد كثير كبير، اما كان في كذا بلد هو من الحكام يلي طلع منهم الحكام، في عندك من الامريكان، من الانجليز، من الاسترالية، من كذا بلد، حتى من البلاد العربية، حطوا للازهار نقطة. فهي هي مجمع نقاط الحكام يلي بتخلي الشخص يربح. نعم. سعيد خلينا نتكلم عن المعرض مرة أخرى، نرجع لمحور حديثنا. يمكن المعرض له مكاسب اجتماعية، ثقافية، تراثية كثيرة. يعني شايفين لما الشرائح المختلفة الموجودة هنا في المعرض، شو يمثل لكم أنتم وشو هدفكم أنتم في 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 هيئة السياحة والثقافة لتقديمه للجمهور الإماراتي وللجمهور الخارجي أيضا؟ سعود أنا قلت لك قبل شوي معرض الصيد أصبح معرض دولي، وهو معرض دولي بالفعل، كم هاي من الجمهور يحضر في سقف واحد 100,000 أو أكثر، هذه فرصة لكل المؤسسات من خلال هذا الكم اللي هاي يمكن تروج لمشاريعك اللي قاعد تشتغل عليها على مدار العام أو خطتك السنوية. طبعا ما شاء الله الجمهور من كل الفئات، سواء كانوا شباب، متوسطي العمر، كبار، نساء، أطفال، ما شاء الله جمهور كثير. كيف كان الاقبال على جناحكم في اول؟ والله الاقبال لله الحمد اليوم الثاني على التوالي صراحه ما يعني منقطع النظير، يعني انا اقول فايق للتوقعات، كنا نتوقع عدد ولكن ان شاء الله اكثر عما توقعنا. نعم. طبعا هاي فرصتنا احنا نروج الجمهور، نوعيهم بالتراث الموجود خصوصا الجيل الحديث. الجيل الحديث يمكن شويه يعني انا اقول ما لحق على تراث اباه واجداده الصغار، يعني هذه فرصه يشوفون ولو شيء يعني شيء قليل من التراث على الواقع.
ويمكن الجيل الحديث ايضا، يعني مش الجيل الحديث فقط، حتى السياح ما عندهم درايه كامله عن تراث دوله الامارات او تراث الخليج العربي. اكيد اكيد هذا الشيء يتميز هذا التراث، ويمكن نحن اخذنا لفه في 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 جناحكم انتم، جناح يعني متنوع، فيه صناعات، فيه المأكولات، فيه عدة أشياء، يعني مش متخصص في شيء واحد. نعم بالفعل، أنا كما أسلفت قبل قليل أن التراث الإماراتي تراث ما شاء الله غني ومتنوع. إحنا من خلال مشاركتنا هذه السنة حاولنا نمزج عدة بيئات مختلفة، سواء كانت بيئة البحارة أو بيئة البدوية أو بيئة الزراعية، نمزجها في ستاند واحد حتى يتمكن الزائر أو المشاهد يشوف مختلف او انواع مختلفه من التراث تمارس على حيز بسيط، يعني انا اتوقع بسيط. طبعا عندنا ركن الصقاره وبيت الشعراء والخيمه وحظيره القهوه، طبعا هاي من البداوه او حياه الصحراء. عندنا الركن البحري اللي فيه الصناعات البحريه والهازيج اللي يستخدمونها الغواص او اصحاب البحر في ركوب البحر والدخول البحر ومنها لنخيراته. عندنا ركن الصناعات التقليديه اللي من خلالها يمكن الزائر والمقيم كذلك والمواطنين يتعرفون على المواد الخام المستخدمه في هذه الصناعات. عندنا ركن السوق التراثي، السوق التراثي فيه بعض السلع والبضائع يمكن الواحد يعني لو دورها برا المعرض صعب يحصلها بسهوله، ولكن الان موجوده وفي متناول يد. نعم لارا، اليوم سمعنا ان في اول سحب. صح. السحب هذا عبارة عن شو وكيف طريقة المشاركة فيه؟ أوكي، عالم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان حطينا تقريبا 100,000 درهم جوائز للجمهور. في عندك الهدايا موجودين، في عندك آيفون 5، عندك سامسونج 4، عندك ميني آيبادز وآيبودز كله، ومع كاش ماني لاخر شيء باخر النهار. طريقه المشاركه كيف لارا؟ كل مين ما بده يفوت يكتب كلمه لسمو الشيخ منصور لمهرجان العالم شايفه اليوم، وفي كتيب كتاب هو بعدين راح نقدمه لسمو الشيخ منصور باخر المعرض لكل العالم يلي زارت عالم مهرجان سموه وشافت كل اللي عم بصير من ناحية الخضار، من ناحية الأفكار اللي طرحت، لأنه مثل ما شفت الأفكار اليوم اللي صارت بعالم مهرجان سمو الشيخ منصور أفكار جديدة لأول مرة من نوعها بتصير بأي معرض بالعالم، وهذا نحن بنفتخر فيه، لأنه اليوم كان في تحدي أنه نحن يمكن بين نفسنا أنه ممكن إذا رح نقدر نعمل اللي عم نفكر فيه. وفعلا الحمد لله مثل ما شفت كان اكثر من رائع، وعلى شهاده اكبر جريده بانجلترا ريسينج بوست اليوم هو من اعظم ما شافوه باي معرض بالعالم. نعم لارا، نحن بنتحدث عن الحركه او الطريقه الجميله اللي عملتوها انتم لرد بعض الجميل لسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، ولكن بننتقل للزميل مسعود هناك في ارجاء المعرض وفي احد الاجنحه. مسموع مسعود، ما الجديد لديك؟ شكرا سعود، من جناح مجموعة محمد عمر الماجد نرحب بمشاهدينا الكرام هنا على الهواء مباشرة من هذا الجناح الأكثر من رائع، الجناح المخصص بالسيارات المخصصة. مشاهدينا الكرام، يسعدني في هذه اللحظات أن أرحب بالأستاذ محمد عمر الماجد مالك مجموعة محمد عمر الماجد. أستاذ العزيز، أرحبك على قناة أبو ظبي الرياضية. بداية مشاركتكم للسنة الرابعة على التوالي في هذا المعرض والمهرجان والكرنفال موجود هنا من حضور الناس الاكثر من رائع، حدثني عن مشاركتكم. قبل الحديث عن مشاركتكم تحدثني عن المعرض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه طبعا مشاركتنا السنه الرابعه. المعرض لله الحمد معرض مهم بالنسبه لنا، ومن اول سنه شاركنا وجدنا ان فيه منفعه بالنسبه للشركه. السبب في هذا ان فيه مجموعه كبيره من المواطنين يحضرون، وهذا نحن هذه الشريحه نحن نهتم بها كثير. طبعا المعرض تنظيمه طيب والمشاركات فيه قويه، ويسعدنا ان نكون من الناس المشاركه فيه. قبل الحديث اكثر عن تفاصيل الجناح، تحدث مشاهدينا الكرام عن جناحكم ومحتويات جناحكم. نحن طالعين من كل سنه مشاركتنا
بالنسبة للقسم السيارات نتخصص في مجال الرحلات البرية، هذا جزء من نشاط الشركة. عندنا طبعا عدة أنشطة، ولكن هذا نشاط من الأنشطة الموجودة. السنة عدينا هذه السيارة اللي هي سيارة. تحدثني أكثر عن سيارة القناص اللي عديتوها هذه السنة، لو تحدثني أكثر عن السيارة. نعم، سيارة القناص مجهزة تجهيز للرحلات. طبعا عندنا المظلة وعندنا المغسل، هذا اللي هو خاص بالاستخدامات البرية يعني. نعم. كذلك فيها السلة الإضافية هذه اللي نحن حاطينها احتياطا، هي تنثني داخل السيارة، وحاطينها بطريقة بحيث أنه إذا واحد احتاج أنه عنده أغراض زيادة يقدر يفتح السلة ويستخدمها. في كذلك طبعا السيارة مجهزة بطباخ بسلندر غاز حق الطبخ وحق الأمور هذه، يعني محاولين أن نخلي السيارة كاملة لاحتياجات الرحال. في عندنا كذلك صندوق الكارغو هذا للأغراض الإضافية يعني المهمة ممكن أن تحفظ في هذا الصندوق. نعم. أيضا تحدثني يا ريت لو الطرف الأمامي من السيارة، المميزات في السيارة. قبل ما نسير للأمام، نحن عندنا هني خزانين ماي كل واحد 40 جلن، يعني إجمالي 80 جلن، واحد بارد والثاني بسخانات، يعني للأيام الباردة ممكن أن تشغل السخان وتستفيد من الماء الساخن. وكذلك عندنا ترتيب للسباحة، إذا واحد يبغي يسبح يكون في البر مهيئ له كذلك الترتيب هذا. بالنسبة للسيارة بشكل عام، المحرك هل في يعني تكون محرك موديفايد تكون أقوى من المحرك العادي؟ تشتغلون على المحرك؟ المحرك هذا نحن ضايفين عليه قطعة يونيتشيب رفعت لنا حوالي 30 حصان زيادة للعزم والأداء في البر يعني. تحدثنا عن القناص، يا ريت لو تحدثنا عن فايتر الصياد، اسم جميل يعني، فايتر من المحارب. يا ريت فايتر الصياد هذه نطرحها أول سنة كفكرة. الغرض من هذه السيارة لاستخدامات الصيادين، جهزناها بطريقة في عندك الكرسي الخاص بالراكب اللي هو الصياد ينثني، ممكن يركب الصياد يجلس طبعا ويقدر يثني يوقف فوق الكرسي في قاعدة السلاح العلوية، على أساس أن إذا عنده رماية ولا عنده شيء المسند الخاص بالهذا. الغطاء اللي فوق يتسكر وينفتح كذلك عشان إذا في مطار أو في أي شيء التغطية موجودة. في قاعدة للسلاح خلفية، في مخازن للذخيرة موجودة. السيارة جهزت بمحرك أقوى 2400 سي سي، كذلك استعملت التواير الصحراوية اللي هي الشاهين للصحراء عندنا هنا، ولكن ممكن كذلك نستخدم الإطارات الحجرية للمناطق الوعرة. أستاذ محمد عمر الماجد، مالك مجموعة محمد عمر الماجد، أشكرك شكرا على هذا التعريف الأكثر من رائع في الجناح الخاص لكم أنتم في سنتكم الرابعة في معرض صيد والفروسية الدولي هنا في أبوظبي. مشكورين، جزاكم الله خير على المقابلة، ونتمنى نكون وياكم دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا جزيلا أستاذ. شكرا. طبعا سعود، كان معي الأستاذ محمد عمر الماجد مالك مجموعة شركة محمد عمر الماجد. الكلمة تعود إليك الآن ولضيوفك الكرام. نعم، شكرا لك مسعود ويعطيك العافية على هذا المجهود. ومحمد الماجد يعني أحد الأمثلة الوطنية المكافحة يعني في الصناعات الوطنية، ونحن نفتخر بوجود مثل هذه الشخصيات، ويمكن منتشرين جدا في هذا المعرض سعيد مثل محمد الماجد وغير محمد الماجد اللي يحاولون يطورون الصناعات الوطنية لتدخل في التكنولوجيا الحديثة. نعم، هناك للعديد سعود من الشباب المواطنين أصحاب الأفكار الرائعة التي تخدم الناس أو الزوار، سواء كان فيها في الحياة الترفيه ككشتات والطلعات البرية أو حتى في الصيد والقنص. ما شاء الله عليهم، في أفكار وفيه إبداعات صراحة من قبل الشباب، والله يعطيهم الصحة. في بعضهم ما شاء الله طور أفكاره وحاول يستثمرها في مؤسسات ويسوقها ويروجها للجمهور. صحيح. وأنا أحييهم صراحة على الأفكار هاي الطيبة. نعم. لا، قبل شوي حدثتيني عن رسالة من الجماهير تصل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، هذه لفتة جميلة وطيبة وغير مسبوقة يمكن، ونحن دائما نشوف الجديد في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد. حدثينا عن طريقة هذه الرسالة.
هي رسالة من كل مين بحب الخيل ومين بحب يجي على عالم مهرجان سمو الشيخ منصور. كل شخص بيكتب كلمة لاسمو الشيخ منصور، لأنه مثل ما بتعرف هو دعم كتير رئيسي لكتير من الشباب بحب الخيل، وهو يعني وراء كل نجاحات مهرجان سمو الشيخ منصور. تميز فكر سمو الشيخ منصور دايما والابداع يلي دايما حسنا انه نحن نشتغل عليه بخلينا اكثر نطلع لقدام، وهو بحب دايما التميز، والتميز هي رساله نحن بنمشي فيها. نعم سعيد اهتمام اصحاب السمو الشيوخ، الله يطول في اعمارهم ويديمهم ان شاء الله دائما. يعني بدءا من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله الله يحفظه، وخلينا نقول بدءا من البذره الطيبه التي زرعها المغفور له باذن الله الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. ودعم سمو الشيخ محمد بن زايد اللي يمكن حضر في اليوم الاول بالامس، وحضوره بالتاكيد يثري مثل هذه الفعاليات، ورعايه سمو الشيخ حمدان بن زايد ايضا لمثل هذه الفعاليات دائما، وايضا شايفين اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد لهذا المعرض بعمل جناح بهذا الحجم. يعني يمكن شايفين كل الشيوخ، شفنا ولي عهد الفجيره امس، شفنا سمو الشيخ زايد بن حمدان امس، يعني تفاعل ليس على طبقه الجماهير فقط، ايضا حتى الشيوخ تداخلوا مع العاميين وحضروا مثل هذا المعرض. شو اللي ممكن يعطي، شو الاهميه اللي ممكن تعطيها للمعرض حضور اصحاب السمو الشيوخ وتداخلهم معنا ومشاركتهم معنا في مثل هذا المعرض، شو الاهميه اللي ممكن تعطيها؟ والله سعود طبعا حضور معالي الشيوخ الله يطول اعمارهم اعطى للمعرض هذا مكانه اقليميه ودوليه وعالميه حاليا. انا لله الحمد شارك السنه الثامنه على التوالي في المعرض هذا، ويجزاهم الله خير الله يطول اعمارهم معازيب وكل الشيوخ سنويا يزورون المعرض. الزياره هذه تعطي شرا ما قلت لك، تعطي المكان المرموقه واهميه هذا ويمكن المعرض. تشجع الاجنحه وخاصه الاشخاص اللي يشتغلون على مستوى خاص، يعني تشجعهم انهم يعطون اكثر. يعني شفنا بالامس سمو الشيخ محمد الله يطول في عمره يعني لف على بعض الجناحات وجرب بعض الاسلحه وسال كل اصحاب الاجنحه عن المنتوج اللي يقدمونه، هذا بحد ذاته يعني وسام على صدر كل واحد موجود في هذا المعرض. صحيح. اليوم صار، اليوم اجى سمو الشيخ. اليوم ولا امس؟ لا اليوم. اليوم. اليوم كان الصبح ونحن ما، نعم اليوم صح، انا نعم. شفت لاني اليوم شفت في تويتر يعني ما كنا موجودين نحن هني، كنا نتمنى ان احنا نكون موجودين. نحن كنا ما كنا موجودين هون، وخاصه كل الاجنحه اللي جايه بالنسبه للخيل، لانه بالوقت اللي كان حضر فيه سمو الشيخ محمد الله يطول بعمره، اليوم كنا عندنا مؤتمر صحفي للحكي عن لاطلاق هوليوود 2014 جائزه الاوسكار سمو الشيخ فاطمه. نعم بالتاكيد يمكن زيارات الشيوخ متكررة، وسمو الشيخ محمد يعني لا نستغرب من زيارته ولا نستغرب من إعادة الزيارة أيضا هنا في هذا في هذه المنطقة. نعم أنا كنت موجود اليوم، الشيخ محمد الله يطول عمره حضر وما شاء الله مر على معظم الأجنحة وتناقش مع العارضين وشجعهم ودعمهم كذلك، قدمهم دعم. هذا بالتالي ينعكس على المعرض، يعني العارض إذا حصل تشجيع من معالي سمو الشيوخ الدعم بالعكس السنة القادمة راح نشوف عارضين جداد وناس جداد، وما شاء الله المعرض سنة بعد سنة يكبر والطلب على المشاركة فيه يزيد سنويا. لارا يمكن أنت شاركتي ونظمتي عدة معارض، يعني مثل هذا المعرض بالتأكيد في ناس كثيرين يحاولون المشاركة فيه ولكن لا يوجد حيز لهم. مش مزبوط، ما في شيء اسمه ما فيه حيز لهم، بس هن بيكونوا شوي مأخرين. اليوم نحن بهذا المعرض من سنة 2006، وقبل ما أنا كنت بلش مع مهرجان سمو الشيخ منصور كنت قبل كتسويق يلي هي شركة تخصني لآلات تسويق، كنت أنا أجيب السبونسرز لمعرض أبو ظبي للسيد الفروسية. نعم. معرض أبو ظبي للسيد الفروسية جدا ناجح، وهو اللي بيكون مأخر هو اللي بيكون غلطان انه ما يجي بالاول، لانه
هيدا اهم من اهم معارض بالعالم، لانه المستوى اللي وصل عليه واللجنه المنظمه اللي عم تشتغل عليه ما شاء الله عليهم، شغل فريق حلو وتكاتف كثير قوي بين بيشتغلوا بين العمل مع بعضهم بين الجهات اللي عم تنظم المعرض ابو ظبي للست الفروسيه، لانه الرساله واضحه، رساله ناجحه، واللي بيتاخر ليجي تيشارك وبكون هو الغلطان. نعم. سعيد، انتم في قسم انتاج الصناعات الحرفيه في هيئه ابو ظبي للسياحه والثقافه، كيف طبيعه عملكم؟ شو اجندتكم السنويه؟ سعود، احنا طبعا الكل يعرف في خضم الحياه المعاصره والتطور اللي كان طال معظم المجالات، الصناعات التقليديه طبعا قلت واختفت، يعني شبه اندثرت، ولكن حاولنا نحن باستطاعتنا تقريبا من السنه الثامنه على التوالي هذه ندعم هذه الصناعات ونعيدها مره اخرى لحيز الوجود عن طريق تقديم المعونات، الدعم المادي والاجتماعي وتدريب الحرفيين، اعطاهم دورات في خطوط الانتاج، حتى في التصميم، في تشكيل الالوان. الحمد لله الاقبال زاد، الصناعات تقريبا معظمها رجع لحيز الوجود. خطوة ثانية حاولنا نسوق ونروج لهذه المنتجات عن طريق المشاركة سواء في المعارض والمهرجانات الداخلية. موظفينكم سعيد، موظفينكم تجيبون ناس، تتنقون ناس معينين، يعني اللي يصنعون الصناعات الحرفية أو اللي يشاركونكم في الصناعة، هل تنتقونهم من أماكن أو أنتم تدربونهم عندكم؟ لا، أكيد بداية احنا نختار الناس أصحاب الموهبة والحرفة. طبعا لكل مجال فيه ناس موهوبين وفي ناس حرفيين، هذول نعتبرهم ماستر، هم رايحين يعطون دورات للناس المبتدئين. كذلك نزور المدارس، نعطي دورات لبعض الطلاب. نعم. اللي عنده ميول وعنده هوايه في صناعه معينه نحن ننميها وندعمه ونقدم له مواد ونقدم له التدريب الكافي. حتى الجيل الصغير حاولنا ندرب مجموعه من الطلاب. نعم. دخلت يعني في مجال المدارس؟ انا كنت اريد اسالك هذا. نعم. السؤال. دخلنا مجال المدارس وعملنا العديد من ورش العمل، سواء كان الطلاب او طالبات. نعم. كل في عندنا حرفيين رجال وفي نساء، ومعروف من قديم يعني في حرف خاصه بالرجال وفي حرف خاصه. نعم. بالنساء، ونحن كلنا في مجاله حاول نعمل ورش العمل، نعطي دروس للطلاب في 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 عناصر التراث المختلفه، واللي عنده ميول وحاب يبرز بالعكس احنا ندعمه ونشجعه، والحمد لله في مجموعه من الطلاب. كان في اقبال يعني؟ نعم، في اقبال، طلاب ما شاء الله وعندهم انتاج طيب، افكار. نعم. جديده بعد داخلين. نعم. لارا، شفنا ايضا شيء مسبوق منكم، يعني شفنا كتيب يتحدث عن عالم مهرجان سمو الشيخ منصور، خبرينا هذا الكتيب على شو يحتوي؟ هذا الكتيب هو ملخص عن كل شيء عن مهرجان سمو الشيخ منصور، في كلمه موجهه من سمو الشيخ منصور للعالم اللي بدها تحضر عالم مهرجان سمو الشيخ منصور. نعم. عن عالمه الواسع بخصوص الخيل يلي نحن بننظمه، من بطولة العالم لسمو الشيخ خفات بن مبارك، كأس الشيخ زايد بن سلطان النهيان، وسبي ستاد فارم، نحن بننظم كمان المؤتمر العالمي يلي رح يصير باسم أم العالم سمو الشيخ خفات بن مبارك بأبو ظبي بنوفمبر بالإيسترن بانجروف هوتيل. هيدا أول مؤتمر رح يصير على المستوى العالم للأبرنتس، للجوكي المتدرب. ترى ما صار أبدا بالعالم هالشي، وهو أبو ظبي. شو هذا لارا؟ هيدا المؤتمر خاص بالتدريب الجوكي يلي بيكون اسمه الأبرنتس، يلي هو بيروح على المدرسة عنده 1200 صف لازم يخلصهم، وبعدين يقعد 3 سنين يتدرب مع ترينر، مش يتدرب يعني يطلع بس باسم الترينر كابرنتس، وبعدين بصير بروفيشنال. هاي المرحله هاي في فتره من الفترات تحدثنا، يمكن ما اذكر على الهواء او تحت الهواء، حول موضوع الابرنتس، يمكن كان في نيه من مهرجان سمو الشيخ منصور بتبني عدد من الفرسان انهم يعني يطورونهم لابرنتس بعدين يصيرون محترفين. هالموضوع لهلا ما صار، لانه هلا في شيء اهم من هيك، هو جبنا كل الابرنتس بالعالم على ابو ظبي.
رح يكون باسم سمو الشيخ خافات مثل مبارك، بنظمه مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان، واليوم بيكون تزامنا مع بطولة العالم النهائية لسمو الشيخ خافات مثل مبارك اللي حيضم 14 صبية من العالم، في 11 بنت بيكونوا ربحوا هن احتلوا الصدارة لبطولة العالم. نعم. في عنا سباقين، واحد الاي وستوكهولم، هن اللي بحددوا ال 11 صبية، لأنه اوريدي أنت عندك 9 صبايا شاركوا، من بينهم عندك البروفيشنال مثل ما حكينا امبارح والاماتور. اليوم طلبنا علنا من الاتحادات الموجودة إن كان أماتور أما الاتحاد الدولي لسباق البطولة العربية، إنه نحن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد، توجيهات سمو الشيخ خافات مثل مبارك، إنه المرأة ما لازم تكون بس مخصصة، إنه إذا كانوا هن أعضاء اتحاد دولي أما أعضاء اتحاد في جونتري، لا كل العالم. يوم البنت الآسيوية مش موجودة، يوم البنت الآسيوية لازم تكون مشاركة، لازم تشارك. سو عنا بنت يمكن تشارك بروفيشنال كورية بستوكهولم. نعم. سو هي بنكون عم ننفذ توجيهات سموه، توجيهات سمو الشيخة فاطمة، إنه كل البنات مش بلد محدد. منشان هيك لليوم فهمناهم بإنه الإمرأة هي إمرأة من كل بلاد العالم. ليش الآسيوية ما كان لها دور؟ الآسيوية بتركب بالخيول، عم تركب يعني بتمارس الرياضة بس بتشارك على خيول مهجنة. ايه نعم. هيدا ما بيعني إنه نحن ما نعطي فرصة لهالصبية إنها تجي تشارك وعلى خيل عربي. نعم. فهيدي فرصتها هي وفرصة العالم إنه يشتغلوا صح. نعم. وتكون ببطولة العالم عنا فاينل من كل القارات. هيدا معنى نجاح. نعم. نجاح بطولة العالم يلي هي أغلى بطولة بالعالم. نعم. شكرا لارا. أنتقل إلى زميلي مسعود من البر إلى البحر. مسعود، ما الجديد لديك في عالم البحار؟ شكرا سعود، تحية لك مرة أخرى من زاوية أخرى من هذا المعرض الأكثر أنراعة كما ذكرنا في تغطيتنا لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2013 في دورته 11. يسعدني في هذه اللحظات أن أتشرف بالأستاذ سعادة الأستاذ سلطان بن محمد بن الشيخ بن مجرن، رئيس ومؤسس سماوي مارين وسماوي للاستكشاف، من هنا الجناح الخاص بسماوي مارين وسماوي للاستكشاف. أستاذ العزيز، أرحب بك على قناة أبوظبي الرياضية. بداية، معرض أكثر من رائع، تواجد كثير ومكثف لكل الشركات الخاصة في هذا المجال، تحدثني كيف شاهدت المعرض، انطباعك؟ في البداية أنا اللي أتشرف بوجودكم، وسعيد جدا بتواجدكم، وسعيد جدا بتواجد رعاية طيران الإمارات كذلك لهذا الحدث أو لتغطية برنامجكم الطيب. أنا أتصور المشاركة في معرض كبير ودولي ومميز، معرض صيد وفروسية يفتح الشاهي للهواية اللي هي هواية الأجداد. هواية الأجداد، الهواية الأصيلة اللي فيها البركة، فيها حب لأرض الوطن، حب لأرض منطقة الجزيرة العربية. أنا أتصور أن المشاركة هذه ما تعتبر جزء من الخطة الاقتصادية قد ما هي خطة من التواصل الاجتماعي مع جميع مراحل الأجيال الكبيرة والقادمة إن شاء الله، فأنت بارك بهم. سعادتك يا ريت لو بس تحدثني أكثر، بومجر يا ريت لو تحدثني أكثر طال عمرك عن الجناح الخاص بكم، تعرف مشاهدينا الكرام عن جناحك الخاص. نحن في البداية أحب أعرف مؤسستنا، هي مؤسسة سماوي للاستكشاف، هي مؤسسة بيئية خيرية في نفس الوقت. المؤسسة هذه تعمل أكثر من 22 عام في المجال البحري. خبرة المجال البحري اللي ولله الحمد لو أنها قليلة، كسبنا منها فرصة أن ننتقل إلى العالمية بإنتاج شيء مميز باسم دولة الإمارات، فأنتجنا قوارب سماوي من خلال الخبرة اللي ولله الحمد كسبناها من أجدادنا ومن معارفنا في المنطقة، في المنطقة البحرية سواء كانت في الخليج العربي أو خليج عمان أو بحر العرب والمحيط الهندي، وعطتنا فرصة أن نصنع قوارب على مستوى عالمي، لأن نحن ركزنا على أن أي سلعة أنت بتقدمها باسم دولة الإمارات، ليش أنا ما أطمح للعالمية؟ وليش ما أطمح أني أميز نفسي يعني بمنتج عالمي يضاهي العالمية، مش يتواجد في العالمية بس يضاهي العالمية. ولله الحمد بعد ما يعني تشرفنا بال يعني ب
بوجود القارب الأول في معرض دبي الدولي للزوارق بوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. اليوم نحن نعرض الموديل الثاني ولأول مرة في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية، هذا أعطتنا فرصة كبيرة. مجرد طال عمرك بس احنا ننوه لمشاهدينا الكرام، نحن حاليا متواجدين على أحد القوارب المعروفة هنا في شركة أبو مجرد، وسوف يتحدث عن القارب بالتفصيل أكثر. قالت لو تحدثنا عن هذا القارب الأكثر عن رائع. فالكم طيب. القارب طبعا نحن ركزنا على أنه يكون قارب مميز فيه صفات الفخامة، الفخامة في نفس الوقت الأمان والسلامة. إذا كنت أنت تفكر تأخذ أسرتك أو تأخذ أصدقائك تبقى تكون في رحلة فيها رفاهية وفيها أمان. أكيد ما بتقصر، أنا متأكد بناخذ أماكن حلوة إن شاء الله. فركزنا على أن الوساعة يكون يعني واسع المكان، عندك رفاهية، في عندك مواصفات عالية في تقنية الملاحة البحرية سواء كانت من أحدث الأجهزة أو من أحدث ما توصلت له يعني الشركات المنتجة في صناعة القوارب. استخدمنا أفضل وأجود الأنواع من المواد اللي تبنى بها الزوارق اللي توفر فيها الأجهزة على مستويات راقية. كل الرفاهية اللي أنت ممكن تجدها في يخت فاخر وفرناها في زورق رياضي مميز مكشوف. أيضاً فاخر. لله الحمد، يعني حاولنا أن نركز على الوساعة، نحاول دورة مياه كبيرة، مقاعد يعني تعطيك رفاهية كحجم، يعني الزجاج الأمامي يحميك من قوة الرياح كقارب سريع، وتحس بأمان وطمأنينة وسعادة وأنت كأنك داخل غرفة يخت وهو بالطريقة المكشوفة. بإمكانك تشاهد يعني حتى الزورق من الخلف، عندك الـ طبعا مثل ما يقولون الخدمات كاملة، اللي نحن نتمنى أن نوجدها في الرحلات، مطبخ كامل بكل تحتاج أو الثلاجة اللي تعطيك مجال توفير كل يعني احتياجاتك، في نفس الوقت جلسة حلوة وخلي ضيوفك يتفضلون بعد. انتوا جوز كان سيتي نو بروبلم. نعم انا ما ادري، انا خاف اقول لهم العيال اني اتعدى لي مزايين حلوات من طيران الامارات. ساعتك لاحظنا يعني مشاركه كبيره هنا من الاجنحه المتواجده في هذا المعرض الاكثر من رائعه، طبعا اضافه الى جناحك المميز، اكثر جناح لفت انتباهك، يعني شو لفت انتباهك في المعرض؟ والله بصراحه انا اقول لك التنوع اللي موجود في الهوايات، هي هوايات متعددة برية بحرية، ففيها فروع كثيرة. نحن تواجدنا لم نتصور أن راح نستقطب الأضواء لهذه الدرجة. طبعا الهوايات اللي متعددة في البر كثيرة جدا، هواية الصيد بالصقور، هواية الرماية، هواية الفروسية، هواية الدراجات بالنسبة لأعمار مختلفة، وبعض وجود شركات تعرض معدات بحرية. لكن دخول زورق سماوي بهذا الحجم في هذا المعرض لفت انظار كثيرين من زوار المعرض، بالذات الخليجيين والإماراتيين اللي لديهم الهواية المتعددة، الهواية البرية والبحرية. وأنا أتصور التواجد هذا مكسب بالنسبة لنا للظهور عالميا، معرض كبير يجمع الشركات متعددة ويعطينا فرصة أن نقدم منتج باسم دولة الإمارات يتميز. وأنا مثل ما أقول تسامحوني شهادتي مجروحة، أتمنى أني أدعو الجميع أنهم يتفرجون على زوارق سماوي المعروضة، زورق سماوي 46 قدم وزورق سماوي الحديث 36 قدم. زورق سماوي 46 قدم يمنحك يعني فرصة للملاحة البحرية، سواء حتى إذا فكرت أنت المبيت في جزيرة من الجزر، كل احتياجاتك للمبيت كذلك متوفرة، ليست عن نظام اليخت لكن عن نظام الشبابي فريش وبات على هذه الكراسي الحلوة، وكل احتياجاتك تكون موجودة. بن مجرن أنا أشكرك جزيل الشكر على روحك الطيبة وعلى هذه الإضافة اللي ضفتها لنا هنا على هواي مباشرة على قناة أبو ظبي الرياضية في هذا الاستوديو المخصص لهذا المعرض. شكرا جزيلا أستاذ. تحياتي وأشكر قناة أبو ظبي الرياضية. نحن يعني كمجالنا رياضي سواء كان في قطاع الرياضة أو قطاع
الترفيه في مجال الرياضات البحرية، نقدم شكرنا واعتزازنا لقناتكم الموقرة. أشكر جزيل الشكر. تحياتي. بارك الله. نعم سعود، الكلمة تعود إليك. كان معي سعادة الأستاذ سلطان بن محمد بن الشيخ بن مجرن، رئيس ومؤسس مارين سماوي وسماوي للاستكشاف. تفضل إليك الكلمة. نعم شكرا لك مسعود. بالتأكيد سلطان بن مجرن أو سعادة سلطان بن مجرن شخصية معروفة سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الرياضات البحرية، كان في يوم من الأيام في اتحاد كمال الأجسام ونار على علم ما شاء الله على بو مجرن. بو مجرن طبعا مثال أيضا للمواطنين اللي دخلوا في الصناعات الحديثة، يعني صناعة يخوت أو مراكب بحرية أيضا مش صناعة بسيطة، يعني جريب شفناها في على المستوى الشرق الأوسط. سعيد خلنا نتكلم عن تراثنا، تراثنا ما شاء الله، يعني الجميل في تراثنا أنه متنوع لا يختص فقط في البر أو في البحر. البر، البحر، اليبال، يعني متنوع في كل المجالات بعكس بعض تراث الدول الأخرى اللي يختص في شيء معين. نحن تراثنا الحلو فيه أنه منوع. طبعا سعود تراثنا لله الحمد متنوع بحكم جغرافية المنطقة. الدولة ما شاء الله تطلع على الخليج العربي وعلى بحر عمان وبحر العرب، وعندنا عمق صحراوي وعندنا جبال وعندنا واحات في العين. نعم. وسبحان الله يعني بيئات مختلفة متنوعة. هذه البيئات أغنى زراعة وبحر، زراعة وبحر وبداوة ويبال، أربع بيئات مختلفة ولله الحمد يعني تعيش على قطعة أرض متكاملة. وسعيد يمكن في الفترة الحديثة خاصة، يعني يمكن قبل ما كان فيها الكلام، بس في الفترة الحديثة تلقى هل العين لهم في البحر شوية، في ناس من العين ساكنين لهم في البحر، في ناس من دبي أو من الإمارات الشمالية لهم في البر شوية. نعم نعم لله، يعني سبحان الله الوسائل الموجودة حديثا شجعت الشباب أصحاب السواحل والبر، بالعكس تلقاهم رايحين البر، مخيمين في البر ويتعلمون أشياء خاصة بأهل البر. أنا أعرف شباب من سكان السواحل ولكن تعلموا مهنة الطيور والصيد بالصقور وأبدعوا وسباقات الهجن، وبالعكس وسباقات الهجن كذلك. بالمقابل شباب أصحاب البادية وأصحاب المناطق الداخلية بالعكس دخلوا البحر، عندهم قوارب، عندهم ما شاء الله يختات، وبالعكس أنا أشوفهم. وترى يمكن سعيد مثل هذه المعارض أيضا سبب كبير لاتجاه بعض الناس من مجال لمجال آخر أو دخول ومعاصرة تراث شريحة أخرى من غير شريحتهم. نعم بعض الأحيان يدعيك حب فضول تجرب شيء تتعلق به يصبح عندك هواية تمارسه، خلاص أنت ما تستطيع تصبر عنه. يعني بعض الأحيان عندك أصحابك تتأثر فيهم تروح معاهم، وشلون ما قلت لك خصوصا يعني يعني الحياة المعاصرة حاليا أصبحت العالم قرية واحدة، مو بالك يعني دولة واحدة. نعم لا أرى، شايفين الإقبال بدأ يزيد على عالم سمو الشيخ منصور بن زايد أو مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، وشايفين صندوق السحب يعني بدأوا الناس أنهم يحطون التذاكر داخل الصندوق وفي إقبال. سويتوا دعايات، سويتوا ترويج لهذا الموضوع لا أرى؟ نعم. ليش؟ نحن عاملينها كرمال العالم الموجودة تنبسط. ما أنا بحاجة لنعمل دعاية. يعني المفروض لارا أنا داخل المفروض أعرف. لا بس كل العالم أول ما عم تشغل عنا عم بيشوفوا شو الموضوع عم يقول لهم في بنات موجودين بقلب القاعة عم بيلحقوا العالم عم بيقولوا لهم عبوا الكروتي وروحوا إذا بتحبوا تكتبوا رسالة كلمة صغيرة بالكتيب الكبير الحلو رح نقدمه لسمو الشيخ منصور بالآخر. بفتكر عدد كبير اوريدي لهلا، وهيدي فرصة لهم كل يوم لأنه آخر نهار في ثلاث جوائز مالية، في 25,000 وفي جائزة ب 15,000 وفي جائزة ب 10,000 كاش بلس عندك التليفونات الزيادة اللي هن آيفونز و السامسونج والميني ايباد وايفون 4 سوري الايباد. هذا في اخر يوم بس؟ لا هذا كل يوم بس الكاش بالاخر. ايه بس اللي بيتميز عليه اخر النهار الختامه مثل ما بيقولوا ختامها مسك في ثلاث جوائز ماليه اضافيه اضافه على عم نعطيهم كل يوم.
نعم. لارا كان في سؤال في بالي والله نسيتيني اياه لما قلت لي. ايه والله شفتنا بركه. شفت العقد مال السوسه هيدا خصيصا هيدا العقد وان يونيك بيس هلا لبسته انا كرمال بطلة العالم بس تربح السباق بالعالم بأبو ظبي عاصمة العالم مكتوب عليه سبيسيفيكلي شيخ منصور فيستيفال على اليمين كيب كلوز تو يور هارت مع الاميرالد لأنه لونه الأخضر مع اللوجو مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد عندنا هي الخيول العربية الأصيلة. هالبيس اليونيك حيكون مثلها لبطلة العالم لتكون هدية حلوة منا لإلها to always keep close to your heart شيخ منصور. أنا تذكرت السؤال لارا، أنا كنت أريد أسألك يعني نحن تعودنا على مهرجان سمو الشيخ منصور أن كل سنة يعني أول سنة كان أربع أو خمس سباقات، أربع سباقات؟ ايه او اربع سباق. اول شيء بلشنا اربعة بزايد الاول. ايه زايد الاول كان مئوية زايد الاول. ثاني موسم انا كنت معاكم صاروا ست سباقات. ثاني موسم كان 17 سباق. لا بلا اول سنة كانوا اربعة. ايوه هاي بال 2009 2010 صاروا 17 كان في 10 بابو ظبي. ايوه سبعة برا. لا انا اقصد السباقات الدولية. مزبوط. أيوة. كان في 10 وسبي بابو ظبي وسبعة خارج. كان في كأس الشيخ زايد. نعم. بعدين بال 2011 صار عندنا 49 سباق بالعالم. نعم. بال 2012 كانوا 51 سباق. نعم. بالعالم. ل 2013 73 سباق بالعالم. 2014 94 سباق. تم يعني تم الاعتماد السباقات. شو الوجهات؟ شوي ممكن يترجلجوا بس اوريدي وي ار كوميتينج فور 94 ريسز. شو الوجهات الجديده اللي قررتوا انكم مثلا مثل هلا نحن ما كنا عاملين حساب على لوس انجلوس. لوس انجلوس بعد ما قرت الجائزه ام العالم سمو الشيخه فاطمه مبارك اوسكار الجائزه يلي هي اوسكار الخيول العربيه للسيدات. نعم. ودارلي اووردز الامريكاني هو صلنا نحن هيدي على ثالث سنه مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان للخيول العربية الأصيلة هو الراعي الرسمي للأمبريلا تبعيته على كل الدارلي يلي بأمريكا هو الأوسكار للخيل العربي. هن الأمريكان بينطروا هالفرصة كل سنة لسنة ليكون عندهم هالجائزة. سو بس عملنا الأمبيونس تبع هوليوود تغير كل شيء. تغير لانه عندك سباقات ممكن تزيح بوقت الاوسكار لانه جائزه الاوسكار توصل على هوليوود تفوت على مقر اوسكار العالم يلي بتشوف كل ممثلين العالم موجودين حتشوف كل اللي بحب الخيل العربي بس في جائزه وحده جائزه سمو الشيخه فاطمه مبارك اوسكاره للخيول العربيه للسيدات. نعم. واليوم في ببولندا واحد شو اسمه ديزاينر هو كثير شاطر بالهات بالقبعات. نعم. كان موجود وانت كنت معي وقتها كنا ببولندا من سنة الماضية كان الشخص موجود ومن سنتين صار له سنتين بيتواجد بورسو بيعمل مثل عرض للقبعات سو طلبنا منه اسمه رافال بولندي طلبنا منه انه هو حيصمم ست قبعات من بيناتهم وحده بلينكر للخيل لاهم فرس مثل ما بيقولوا بس مان بالعالم حينعمل لها بلينكرز صنع رافال هي هديه بتنعطى للفرس. نعم. لصاحب الفرس بس بتكون بس بلينكرز لها من تصميمه بلس عندك الخمس جوائز يلي هن الهاتس القبعات يلي رح يكونوا خصيصا معمولين من رافال ونعطي فرصه للمصممين العالميين يلي هن شباب فرصه من بولندا بكره من بلد ثاني انه يكونوا. نعم. موجودين مع مهرجان سمو الشيخ منصور مثل ما عندك امل ازهري من لبنان بتعمل الكفتان للسيدات. نعم.
يلي بيربحوا يلي بيشاركوا ببطولة العالم لسمو شيخة فاطمة مبارك، وترفعي تاني بتعمل مجوهرات سمو شيخة فاطمة مبارك البطولة العالم يلي تعطى للأول تاني تالت. نعم لارا، أنا أشكرك جزيل الشكر. يمكن وراك سحب بعد شوي في جائزة أو جوائز اليوم، بس ما بدي أسكر عليك بنقطة بس كتير مهمة أقول لك إياها. اليوم على الباب مثل ما شفت عندك المؤتمر العالمي للخيول العربية الأصيلة يلي بتصير بلندن، لندن 2014 ناطرتنا سنة الجاي كمان، سو في أحداث كتير كبيرة سنة الجاي. هالسنة كانت بتولوز، أما لندن 2014 رح يكون في أول مرة سباق كأس سمو الشيخة فاطمة مبارك للسيدات القدرة للسيدة القدرة FEI CEIO. هيدي بحياتها ما صارت سبق فرق بنات، سو رح يكون في فريق من الإمارات سيدات حيشارك فيها، مثل ما حيكون في مشاركة عالمية لأنه هيدا على معيار بطولة عالم بس للسيدات، تحمل اسم كتير كبير اسم الشيخة فاطمة مبارك. نعم لارا، شكرا لك، شكرا على تواجدك اليوم الثاني على التوالي، وأيضا إتاحة الفرصة لجماهير المعرض ولجمهور الخيل بشكل خاص حول كل جديد في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد. أهم شيء يجوا كل يوم وينبسطوا ويتفرجوا على المعالم الجديدة ويحطوا التيكت ليربحوا بها. أوكي، شكرا لك. شكرا سعيد لك. أيضا أنا شاكر لك جدا تواجدك معنا وإتاحة الفرصة للمشاهدين لمعرفة ما يتخلله جناح هيئة أبو ظبي للثقافة أو للسياحة والثقافة هنا في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. شكرا لك سعيد. العفو سعود، ونشكركم على الاستضافة، وأنتم دائما شريك رئيسي وداعم لكل فعاليات تنظمها الهيئة وتشارك فيها سواء كان داخل أو خارج الدولة، ونشكركم على التغطية الرائعة وجزاكم الله خير. نعم. إذا المشاهدين الكرام سننتقل بعد الفاصل مع الزميل مسعود هناك في منطقة السحب في عالم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للسحب على جوائز هذه الليلة بعد الفاصل، انتظرونا. انتظر، ما زالت هناك 10 أيام على دور الخليج العربي. إسبانيا بطلة العالم وبطلة أوروبا تواجه تشيل في مباراة ودية مباشرة من سويسرا، الثلاثاء في هذه الأوقات على قناة أبوظبي الرياضية الثالثة. بعد فوز مستحق ومثير لسيباستيان فيتيل في بلجيكا، المحركات ما زالت تعمل والسائقون مستعدون للسباق القادم في الحلبة المفضلة لجميع السائقين مونزا الإيطالية، الحلبة التي تصل فيها السيارات إلى سرعتها القصوى. الجولة 12 من سباقات الفورمولا 1 آخر الوجهة الأوروبية للموسم 2013 في هذه الأوقات على قنوات أبو ظبي الرياضية. إنها السرعة التي ننطلق بها، الارتفاع الذي نجتازه، المسافة التي نقطعها، المدى الذي نصل إليه، الفوز الذي نحققه. إنه التحدي الذي نسعى إليه، الدوري الماسي على قنوات أبو ظبي الرياضية.
تحية لكم مشاهدينا الكرام في الدقائق الأخيرة من اليوم الثاني هنا على الهواء مباشرة من معرض الصيد والفروسية الدولي 2013 في دورته 11. مرة أخرى معي لارا صوايا من الاستديو إلى هذه المنطقة. لارا صوايا مديرة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة السباقات النسائية في الاتحاد الدولي للخيول العربية القصيرة إيفار. رحب بك على قناة أبو ظبي الرياضية مرة ثانية. تحدثتي عن السحب، يا ريت لو تبدين. أهم شيء بدي أتحدث عن أهم لوجو يلي هلا كل العالم عم بتشوفه، هو كأس سمو الشيخ فاطمه مبارك لسيدات القدره فرق CEIO. هيدا رح يكون بلندن تزامنا مع لندن 2014 المؤتمر العالمي لسباق الخيول العربي. ونسحب وقت السحب 9 جوائز تقريبا لارا. 9 بس لا قبل ما تفتحه قبل نت... اوكي لحظه نكفله مره ثانيه، انا مستعجل لانه يمكن مسعود احسن العالم تعرف انه كل مين رح يفوت من بكره الصبح يكون موجود، رح يكون في سحب لتسع هدايا، بس اخر النهار بيكون في 9 هدايا وبيكون في كاش 3 جوائز 25,000 15,000 10,000. كل العالم مين ما كان بيشتغل او ما بيشتغل بقاعة المعارض موجود بالهذا، كلهم بدهم يكونوا عنده الفرصة. بس كمان اذا بيجوا بنلاقي 3 اسامي مثل بعضها ترى بنسحب اسم جديد. بس نبدا لضيق الوقت لار على الهواء مباشرة، نفتح نقول بسم الله. اكيد افتح يا سمسم توكلي على الله. طبعا لارا صوايا الان تسحب الكرت الاول المشارك لنقول هو الايفون 5. شو هيدا؟ هانيا برونز ماريا براونز. بالاسم موجود رقم الكارت. اوكي ميبي اسماعيل. نعم تفضل اسماعيل. الكارت الثاني لارا 0052 تيكت نمبر 0052. نقول الف الف مبروك. سامسونج فور الجائزة الثانية. لارا الآن تقوم بسحب الجائزة الثانية من 9. أحمد علي رقم البطاقة 0215 بياخذ ألف مبروك لأحمد علي 0215 رقم البطاقة أحمد علي 0215. نقول ألف ألف مبروك. جالكسي اس فور الجائزة الثالثة. نعم الكارت الثالث الحين شمة سعيد شحي صح؟ نعم 1452. نعم نقول ألف ألف مبروك لسمة شمة سعيد الشحي رقم البطاقة 1452. ألف ألف مبروك لشمة مرة ثانية. المصداقية أكيد مصداقية موجودة دائما مهرجان سمو الشيخ منصور. أوكي ليتس جو. باقي الآن 6 بطاقات 6 جوائز نسحب الجائزة الرابعة من سعيد الحظ إن شاء الله. شو ها؟ ما بعرف يوسف يونس. يوسف أو يونس. أوكي 1937 will get a mini iPad. أنت؟ أهلا وسهلا. This is you. 1937 congratulations. iPad.